السلام عليكم، أنا محمد غنايم. يمكنك أن تصبح خارقا بعد مشاهدة هذه الحلقة بإذن الله. إذا أردت يمكنك أن تصبح خارقا. لطالما تعجبت من نظرية أن الإنسان إذا استخدم دماغه 100% يصبح شخص خارق كما نرى في بعض أفلام الخيال العلمي. هذا الاعتقاد في كل مرة كنت أفكر به كان المنطق لدي يرفضه. يعني كيف نستخدم قدرة الدماغ 100%؟ ألا نستخدمها الآن بالفعل؟ أيعقل أن هناك حدود أخرى للدماغ لا ندركها نحن إلى الآن، وإذا وصلنا إليها نصبح أشخاص خارقين؟ ثم وقعت على بحث خطير استغرق مني أشهر لأجده، وها أنا الآن أقول لكم بكل اختصار يمكنكم أن تصبحوا خارقين. لنبدأ على بركة الله، ودعني أبدأ الموضوع بشكل بسيط حتى يفهم دماغك. تعرفون أن خلايا الجسم مثل خلايا الجلد عندما تتعرض لضرر ما فإنها تقوم بتجديد نفسها والعودة لسابق حالها، وذلك بسبب أن تلك الخلايا لها قدرة على الانقسام والتعافي والتعديل، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا بدونها لا تشوه الإنسان بسبب أي ضرر أو جرح ما، ولما التأمت الجروح صحيح. يعني تخيل أن أي جرح يصيبك يبقى كما هو وغير ملتئم، حينها كلنا سنكون مشوهين بسبب الجروح التي تعرضنا لها منذ الصغر إلى الآن. وأعتقد حينها سيكون مقياس الجمال بين البشر بالنسبة للأقل تعرض الجروح أو الندبات، ولن تجد شخص لا يوجد لديه جروح أو ندبات، وإلا كيف سنعرف معنى الألم وهذا حاد وهذا حار إلى آخره صحيح. فسبحان الله الذي خلقنا في أحسن تقويم. يعني باختصار كل خلايا الجسم تتجدد وتتعافى باستثناء الخلايا العصبية، احفظ هذه المعلومة، وهذا المفهوم متعارف عليه علميا لفترة طويلة. لماذا الخلايا العصبية لا تتجدد؟ سنرى. الكبد مثلا نسيج غير عصبي، وبالتالي له قدرة على تجديد نفسه في حال تعرض للضرر. مثلا تعرض الكبد لتمزق ما بسبب رصاصة اخترقت، الكبد له قدرة على تجديد نفسه والتعافي والعودة لسابق شكله ووظيفته، ونفس الحال بالنسبة للرئة. لذلك تجد أن المدخنين لا يموتون مباشرة بعد التدخين، بل يموتون عندما تعجز الرئة عن تجديد خلاياها بسبب سرطان ما، حينها يموتون والأعمار بيد الله. لكن الخلايا العصبية لا تنقسم ولا تتجدد. يعني لو أصابك ضرر في الجهاز العصبي الضرر سيبقى دائم. يا الله، مثلا تعرضت الأعصاب في راحة يدك لضرر ما، حرق ما، مثلا احترقت هذه المنطقة في يدك عافانا الله وإياكم، اليد والجلد هنا ستتعافى مع الزمن ولكن الأعصاب لن تتعافى، وبالتالي لن تشعر بالإحساس في هذه المنطقة بعد تعافي الجلد بسبب أن الأعصاب قد احترقت والأعصاب لا تتجدد. طبعا هنا أقصد حروق من الدرجة الثالثة فما فوق. يعني تعرفون الحروق أنواع، أربعة أنواع، أقلها ضررا الحروق من الدرجة الأولى عندما تحترق الطبقة الخارجية من الجلد، مثلا عندما تلسعك النار، والدرجة الأكثر خطورة هي الدرجة الرابعة عندما يصل الحرق إلى العضلات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. عدم تجدد الأعصاب به حكمة من الله سبحانه وتعالى أيضا، لأنه لو تجددت الأعصاب تلقائيا سيتجدد الدماغ كل سنة، وبالتالي سينسى كل ما اكتسبه طوال تلك السنين، وسننسى من نحن وستمحى الذاكرة. فالدماغ خبرته مكتسبة، وما تتعلمه في الصغر يستمر معك حتى الممات. فلو جدد الدماغ تلقائيا وهو مركز الأعصاب، حينها سيتم عمل فورمات للشخص بالمعنى الحرفي، وسيكون رجل طول بعرض، ونحتاج أن نعلمه كيف يأكل، كيف يمشي، كيف يتكلم، لأن الدماغ قد هيئ بالفعل كل تلك المعلومات المكتسبة. الآن وصلنا إلى أن الأعصاب لا تنقسم ولا تتجدد ولا تتعدل، بينما باقي أنسجة الجسم تتجدد، تمام؟ هذه المعلومة أحبتي في الله لم تعجب عالم اسمه ألتمان، كان غير مقتنع تماما بنظرية أن الأعصاب لا تتجدد. فقام هذا العالم بعمل بحث حول نوع معين من طيور الكناري. تعرفون طائر الكناري له صوت ولحن جميل. اكتشف هذا العالم أن هذا الطائر كل سنة يقوم بتجديد اللحن الذي يستخدمه، يعني يقوم بتأليف لحن جديد وينسى اللحن القديم. بمعنى آخر أن منطقة الذاكرة في دماغه تتجدد وذاكرته القديمة تمحى وتتغير. ووصل هذا العالم إلى أن الأعصاب ربما تتجدد وتنقسم وتعدل، والدليل ما حدث مع طائر الكناري. وهذه المعلومة أحبتي في الله خطيرة جدا، يعني أن يكون هناك ما يسمى بالنوروجينيز أو البناء العصبي. ثم وضع هذا العالم هذه النظرية بين أيدي العلماء وتركهم يبحرون في صحتها. ثم تطور العلم رويدا رويدا، واكتشف العلماء صحة ادعاء الدكتور ألتمان، ووجدوا أن في جسم الإنسان أيضا يوجد أعصاب لها قدرة على تجديد أنفسها، مثل عصب الألفاكتوريوس المسؤول عن حاسة الشم. لذلك نلاحظ أن حاسة الشم تختلف من شخص لآخر، بعض الأشخاص تكون حاسة الشم لديهم أعلى في تمييز الروائح. كما لاحظ العلماء لدى الأشخاص الذين يعملون في محلات العطارة، وجدوا أن عدد مستقبلات الشم والأعصاب المرتبطة بها أعلى من الشخص العادي، وذلك يعود بسبب أن الدماغ قام ببناء أعصاب
أكثر ومستقبلات أكثر للشم لدى ذلك الشخص، لأنه يستخدم أنفه يوميا في تمييز الروائح. يعني أنت الآن لو أردت زيادة قدرتك في الشم، ما عليك سوى استخدام هذه الحاسة يوميا في تمييز الروائح، وبالتالي الدماغ سيقوم ببناء مستقبلات أكثر في أنفك، وبالتالي تستطيع أن تميز الروائح أكثر من الشخص العادي. في ماركات العطور العالمية يتم الاستعانة بأشخاص وظيفتهم تمييز الروائح، يأخذون رواتب عالية جدا فقط ليعطوا قرار حول منتج ما، هل هو جيد أم سيء، بسبب أن مستقبلات الشم لديهم تكون عالية جدا. ولو كانت مستقبلات الشم وأعصابها موحدة لدى كل البشر لما احتجنا كل هذه الأنواع من العطور، لأن ذوقنا في الشم سيكون موحد. صحيح أحبتي في الله، الموضوع معقد ومتشعب، ولا أتوقع صراحة أن يتم فهمه 100%، ولكن حاول أن تبحر معي. الآن لنأخذ اليد على سبيل المثال. كل منطقة في يدك لها منطقة إحساس معينة في الدماغ. مثلا لو لمست طرف إصبعك تحفز منطقة معينة في الدماغ، لو لمست راحة اليد تحفز منطقة أخرى في الدماغ، وهكذا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم. يتم تمثيل هذا الأمر علميا بشكل مثل الذي على الشاشة. مثلا هنا الإصبع، وبالتالي هذه المنطقة من الدماغ التي تتحفز عند استقبال إشارة حسية من الإصبع، وهنا اليد وهنا الوجه. يعني لو لمس أحد ما وجهك وقمنا بتصوير الدماغ سنرى إشارة كهربائية في المنطقة الخاصة بالوجه، وهكذا. ودليل ذلك أنك لو أغمضت عينيك وقام شخص ما بلمسك في جسدك ستعرف أي منطقة لمست دون أن ترى. صحيح، وذلك يعود لأن المنطقة الملموسة أرسلت إشارة حسية إلى المنطقة المسؤولة عنها في الدماغ، وتلك المنطقة تحفزت فعرف الدماغ أي منطقة لمست بسبب أن المنطقة التي حفزت به. فكل منطقة في جسدك لها منطقة إحساس معينة في الدماغ، فالدماغ يعرف أي منطقة لمست دون الحاجة للنظر، وهذا الذي يجعلنا نميز مكان الألم دون أن نراه. صحيح. طيب لنفترض أن شخص ما قطع إصبعه، اللهم أنا نسألك العفو والعافية. الإصبع المقطوع ذهب، والأعصاب الحسية الموجودة به ذهبت أيضا مع الإصبع المقطوع، ولكن المنطقة الحسية في الدماغ المسؤولة عن الإصبع ما زالت موجودة وسليمة، ولكن لا تتلقى أي تحذيرات من الإصبع. هل تلك المنطقة في الدماغ ستصبح مهجورة وستموت بسبب أنه لا يوجد أي تحذيرات حسية قادمة من الإصبع كون أن الإصبع ذهب؟ لا، وهذه جوهر الحلقة. الله سبحانه وتعالى وضع في الجسم نظام يسمى بالبلاستيسيتي. هذا النظام وظيفته عدم ترك منطقة مهجورة في الدماغ، يعني أي منطقة في الدماغ لم يعد يصلها أي إشارات حسية من العضو المسؤول عنه، يقوم هذا النظام بإعطاء تلك المنطقة في الدماغ إلى عضو آخر. كيف؟ مثلا في مثالنا حول الإصبع المقطوع، لاحظ الدماغ أنه لم يعد يأتي أي إشارات حسية من الإصبع للدماغ، والمنطقة أصبحت شبه مهجورة، ونحن قلنا أنه لا يوجد أي منطقة مهجورة في الدماغ. قام هذا النظام مباشرة بإعطاء المنطقة الحسية الخاصة بالإصبع لمنطقة الكف، فأصبح للكف منطقتي إحساس، منطقة الإحساس الخاصة به ومنطقة الإصبع، فأصبح الإحساس في منطقة الكف عالي جدا لدرجة أنك ربما تشعر بهبة الرياح في كف يدك. طبعا هذا الأمر أحبتي في الله يأخذ سنوات من التأقلم في الدماغ، الأمر لا يتم بيوم أو يومين، ولكن هذا مثال مبدئي لنصل للمثال الأعمق نوعا ما. الآن لنتمعن في الأشخاص الذين ولدوا أعمياء. نلاحظ أن حاسة السمع لدى الأشخاص الذين يولدوا أعمياء تكون ضعف حاسة السمع لدى الشخص الطبيعي. هل سألت نفسك يوما لماذا؟ هذا الأمر يعود لنظام البلاستيسيتي، يعني ذلك الشخص الذي ولد أعمى عافانا الله وإياكم، منذ لحظة ولادته لم يتلقى أي إشارات كهربائية من العين إلى الدماغ، وبالتالي منطقة البصر الموجودة في الأوكسيبيتال المسؤولة عن البصر لا تتلقى أي إشارات، وبالتالي أصبحت مهجورة، ونحن قلنا أن الدماغ لا يسمح بوجود أي منطقة مهجورة، فيقوم بإعطاء منطقة البصر الموجودة في الدماغ لمنطقة السمع، فيصبح ذلك الشخص حاسة السمع لديه قوية جدا، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع ذلك الكفيف التأقلم مع الحياة وصعوباتها. طيب لنعقد الموضوع أكثر، يعني هو في تعقيد أكثر من كده فيه. لنفترض أن ذلك الشخص الذي ولد كفيف لا يرى عاد له البصر فجأة. طبعا الأمر طبيا شبه مستحيل حتى لو كانت العين سليمة تماما، لأنه لا يوجد في الدماغ منطقة تحلل ماذا تشاهد، منطقة البصر في الدماغ أصبحت كلها للسمع. صحيح، ولكن نفترض أن معجزة ما تمت أو تطور العلم لدرجة أنهم استطاعوا أن يأخذوا جزء من منطقة السمع وإعطائه لمنطقة البصر. ذلك الشخص عندما يبصر سيشاهد الصوت. كيف؟ لا تسألني، لأن العلم نفسه لا يعرف كيف، ولكن ذلك الشخص سيتمكن من رؤية الموجات الصوتية، سيتمكن من رؤية الصوت بسبب أن منطقة السمع والبصر تداخلتا، سيرى الصوت كما ترى أنت الأشياء. هل يمكن أن تتخيل الأمر؟ وقس على ذلك مثل الأشخاص المصابين بشلل في الأطراف السفلية، تلاحظ أن قوة الأطراف العلوية لديهم تكون أعلى من الشخص العادي، وهذه هي أيضا حالة طبية تسمى بالبارابليجيك. ملخص كل ما قلته إلى الآن يتمثل في جملة واحدة، وهي لا يوجد منطقة في الدماغ تبقى مهجورة، وأي منطقة لا يتم استغلالها يقوم الدماغ بتوزيعها للأعضاء الأخرى من خلال نظام البلاستيسيتي. تمام. طيب ربما تسأل نفسك الآن إلى أين تريد أن تصل يا محمد بهذه المقدمة المعقدة؟
كل هذه مقدمة على فكرة. أريد أن أصل إلى أن الإنسان يستطيع أن يصل بدماغه لأبعد الحدود من خلال التحكم بنظام البلاستيسيتي. هو يحدد ويقرر أي منطقة تستغل وأي منطقة تهجر من خلال التركيز على ماذا يريد. تستطيع أن تجعل دماغك خارق في الحفظ من خلال التحكم بنظام البلاستيسيتي. طبعا أحبتي في الله يوجد شرطين للتحكم بنظام البلاستيسيتي. الشرط الأول هو التكرار، يعني إذا أردت أن تصبح خارقا في الحفظ عليك أن تحفظ بشكل يومي وبشكل مستمر. الشرط الثاني أن تكون تلك المحفزات الخاصة بك محببة لك، أي تشعر بالبهجة. التكرار والبهجة هذين الشرطين الذي يجب أن تتبعهما في حال أردت التحكم بنظام البلاستيسيتي لسلوك معين. هذه القاعدة أحبتي في الله طبقها ناس كثر، ربما تشعر أنهم متميزين عنك أو أنهم أذكى أو أنهم خارقين. لا، ليسوا كذلك، هم فقط طبقوا هذه القاعدة التكرار والبهجة. مثلا لاعب كرة القدم المشهور ميسي، هو يقوم بلعب كرة القدم منذ طفولته، يعني منذ طفولته يقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى دماغه متعلقة بكرة القدم. يعني هو استخدم القاعدة الأولى وهي التكرار، يلعب منذ صغره. والأمر الثاني أن هذا الأمر محبب لديه، يشعره بالبهجة. لذلك تجد الناس دائما تبدع في المجال الذي تحبه، فيستمر في تكراره ويشعر بالبهجة في تكراره، وبالتالي يصل إلى القوة الخارقة به. دعنا من ميسي، نتكلم عنك أنت. ألم تسأل نفسك لماذا إذا أردت أن تحفظ شيء ما تقوم بتكراره؟ هذه فطرة الدماغ في التعلم، وهي قاعدة الأولى في التحكم في نظام البلاستيسيتي، وهي التكرار. في النهاية أحبتي في الله، لطالما أعجبني التمعن في الدماغ البشري والتمعن في هذا الخلق المعقد الذي كلما تمعنت به كلما خشيت الله أكثر. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا أقول عن نفسي عالما، ولكن بشكل عام عندما يعلم المرء عن أمر ما يزداد خشية من الله سبحانه وتعالى، لأنه يصل ليقين عظمة الخالق ويتلخص شعوره في جملة سبحان الله. فسبحان الله، فلا بد لنا من التمعن في قدرة الخالق بين الحين والآخر. بمعنى آخر، لا بد لنا من التسبيح. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.